ممنوع الوقوف، الوقوف يضايق. ممنوع الوقوف أكثر من 30 دقيقة. ممنوع الوقوف يوم السبت. ممنوع الوقوف من 10 صباحا إلى 6 مساء. ممنوع الوقوف إلا بالديسك أو البطاقة. ممنوع الوقوف إلا بالدفع. ممنوع الوقوف على الشاحنات. ممنوع الوقوف بعد اللافتة. ممنوع الوقوف قبل اللافتة. ممنوع الوقوف قبل وبعد اللافتة. ممنوع الوقوف على اليمين. ممنوع الوقوف على اليسار. ممنوع الوقوف على اليمين واليسار. ممنوع الوقوف بعد اللافتة 50 متر. ممنوع الوقوف على اليمين 50 متر. ممنوع الوقوف بعد اللافتة 75 متر والوقوف قبلها. دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع. دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع من 1 إلى 15 في الشهر على اليمين ومن 16 إلى 31 على اليسار. دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع إلا بالديسك. دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع إلا بالدفع. دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع 15 يوم بالتناوب إلا بالديسك. خروج من منطقة فيها الوقوف ممنوع. خروج من منطقة فيها الوقوف ممنوع من 1 إلى 15 من الشهر على اليمين ومن 16 إلى 31 على اليسار. خروج من منطقة فيها الوقوف ممنوع إلا بالديسك. خروج من منطقة فيها الوقوف ممنوع إلا بالدفع. خروج من منطقة فيها الوقوف ممنوع 15 يوم بالتناوب إلا بالديسك. ممنوع الوقوف والتوقف. ممنوع الوقوف والتوقف من 10 صباحا إلى 6 مساء. ممنوع الوقوف والتوقف يوم السبت. ممنوع الوقوف والتوقف على الشاحنات.
ممنوع الوقوف والتوقف على العربات التي تحمل مواد متفجرة. ممنوع الوقوف والتوقف بعد اللافتة. ممنوع الوقوف والتوقف قبل وبعد اللافتة. ممنوع الوقوف والتوقف قبل اللافتة. ممنوع الوقوف والتوقف على اليمين واليسار. ممنوع الوقوف والتوقف على اليمين بخمسين متر. نهاية كل الممنوعات ما عدا الوقوف والتوقف. نهاية منع تجاوز السرعة 50. نهاية منع التجاوز. نهاية منع التجاوز على الشاحنات. نهاية منع استعمال المنبه الصوتي. نهاية المنع على المتزلجين. بالتوفيق للجميع. إذا أعجبك الفيديو دع لايك واشترك بقناتنا وليكتفي إعجابك هو دعم لنا.